هذه مرثية لشيخنا المرحوم داعية الجيل ومفسر التنزيل الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله وأدخله فصيح جناته. الكلمات فضيلة الدكتور محمد الثاني عمر موسى. الألحان مزمل أمين حسن. أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر. رزئت بلادي من فداحة مشهد لاح الصباح به وراع المنظر. فلئن أصب ما من بشاعة ما جرى فنصيبك الأسماء جل وأوفر. ولئن أصب ما فيهما من عالم في الحق لا يخشى ولا يتقهر. فلأنت فيما قد جرى لك مفلح سيظل منكر في الفخار وينشر. قتلك في يوم فضيل شمس واختار المولى العزيز الأكبر. قتلوك في بيت الإله صليا تتلو من الذكر الحكيم تحبر. تتلو المعارج كي تقول لنا اصدر صدرا جميلا لن يفوت الأفجر. قد تلوت من المعارض موحيا بعروج ذكرك والمناوئ أبتر. قتلوك والمحراب ضمك ساجدا يا حبذا موت تنال وتشكر. أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر. رزئت بلادي من فداحة مشهد لا لاح الصباح به وراع المنظر. قتلوا أمير المؤمنين صليا ربط الصبيحة قصة تتكرر. إن الأولى قتلوا أبا حفص لهم دور لكل جريمة لا تغفر. قتلوك بل رفعوك شاوا عاليا أنت الأحق به وأنت الأجدر. يا صاحب الصوت الجهيل ونغمة تتلو بها الآيات ثم تفسر. فسرت لله لآيات التقى ودعوتهم نحو الهدى فتأثروا. وأقمت للتوحيد صرحا شامخا هذه منارة تنير وتزهر. وسددت للطالين كل طريقة فتراجعوا نحو الزوال وحيروا. كم مرة أحييت سنة أحمد كادت بطول الجهل فينا تقبر. ونشرتها بين الأنام صراحة حتى غدت في كل بيت تذكر. جادلت بالحجج القوية أمة لعب الأثيم بأقلها والأصغر.
أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر رزئت بلادي من فداحة مشهد لاح الصباح به وراع المنظر لما رأوا ألا سبيل أمامهم قتلوك ظنا أن يزول المنبر فإذا بصوت الحق يعلو ثانيا أقصى الذي ظن الجناة ودبر ولقد علا صوت الشهيد مدويا أن أقدموا لا توحشوا لا تذعروا هذه سبيل الأنبياء وصحبهم حتى ولو سالت دماء أنهروا سيروا على درب الصحابة والأولى نذروا لدين الله أن لا يدبروا واستمسكوا بعرى المحبة والتقى ودعوا التنازع تخاذل واصبروا هذا كتاب الله يتلى بينكم وحيا من الله العزيز فأبشروا وخذوا بسنة مصطفى واستمسكوا هدي الصحابة نعم هذا المصدر هذا السلاح سلاحه وبه جرى للحق ينذر في الوغى ويبشر أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر رزئت بلادي من فداحة مشهد لاح الصباح به وراع المنظر الله أكبر رمى بالشهادة جعفرا نعم الكريم ونعم ذاك المفخر أبك الفضيلة والسماحة والندى أبك المآثر لا تعد وتحصر الجود والإحسان منك سجية تعطي النوال وصبح وجهك مفسر ولأنت شعلة دعوة سلفية ولأنت دورة عقبها والجوهر ونثرت من درر البيان جواهرا تبقى على مر الدهور تشهر جودت آيات الكتاب تلاوة فإذا خطبت فأنت موج يهدر كم طالب للعلم نال مراده مما نثرت وصفه لا يكدر أوسعت آفاق المودة بينهم فكبيرهم لصغيرهم يستصغر أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر رزئت بلادي من فداحة مشهد لاح الصباح به وراع المنظر فلئن بكيتك والدموع غزيرة فلأنت أولى بالفخار وأجدر من لي ببرمو إن جرت عبرة سيلا فأنت لهم زعيم أكبر آثرتهم بكتاب رب
ربك أمة ورمضانهم طيب شغى والعنبر واليوم باتوا كالثكالى أيقنوا أن ليس يرجع أهل علم أزهر من لي ببنشي نابهم ما نابهم فتحيروا فالأمر فيه تدبروا قد كان آخر عهدي بجمعهم بأقل من يوم فحل المنكر يا رب فارحم جعفرا وتجاوزا عن ذنبه يا من يقيم ويعذر يا رب من عدوك وانزلا أقصى العقاب عني أنت الأقدر سلط علي من العذاب صرفا واهتك ستار الغيب يا من يبصر هذه القوافي لا تسامي الحق فهو الكريم هو الكريم الأنهر أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر رزئت بلادي من فداحة مشهد لاح الصباح به وراع المنظر Thank you.